جديد فلوج جديد. واليوم احنا رايحين المول. اوكي اليوم رايحة أقضي للعيد طبعاً، وجيت مع أختي أخواتي قصدي. إن شاء الله يصير خير، خلوكم معايا. أهو البنغالية نزلت. شوفوا الملك حقنا القديم، أول ملك لباكستان. كذا إحنا جينا نشرب العصير، إيش ينقال عليه اسمه؟ سودا. سودا هذا أفخم عصير، اللي أمس شربته كمان مرة طعم، مع انه هو يكون هذا ايش اسمه ديو 7 اب خلاص، مع الليمون ومع بعض المسالة، مرة يكون طعم. من هنا اخذت عطر نورنا اللي تكلمت عنه في شو اسمه في السناب. والله الحمد لله وصلنا المول، فالحين رايحين فوق. اول شيء نشوف ممكن احتمال ناكل، وممكن شو اسمه، وممكن اول شيء نقضي. والله ما ادري ايش نسوي، بس الصراحة مرة جعانين كلنا، والحر ألف. بس كويس يعني جو المول تمام، مرة يعني مكيفات وكل شيء. أخ بس تعب ألف. يعني إنه الأخت بتصير بلوجر زي، أيوة تقول أبغى أصير بلوجر زيك. قلت لها طيب يا ماما ابدأي، ما حد بيمنعك. ما شاء الله. فين لقيت صورة روز في باكستان؟ مودل روز. أيوة في باكستان في اسلام آباد صورة مودل روز. تخيلوا بس يا عمري، لا والله نفسي أوصل لها إنه أنت واصلة في اسلام آباد كمان في باكستان. هنا شوف إيش عندها. شوفوها روز. لا يا عمري. Thank you.
تجنن، مرة تموت، مرة فوق، مرة عالية، يعني منطقة مرتفعة. ما عجبك كاس يعني؟ احنا شايفين الفيوز هذا، شايفين دنیا کی سنتا ہے کیوں خود کی بھی سن لے کبھی مطلب ہی اس طرح سے چلے شور گونجے یہاں سے وہاں سورج ڈوبا ہے یارو تو گھٹ نشے کے مارو رستے بھلا دو سارے گھر بار کے سورج ڈوبا ہے یارو تو گھٹ نشے کے مارو دم بھلا دو سارے سنسار کے کبھی تو کنارے سے اتر میرے سپنوں سے
نروح نشرب شاهي ونرجع البيت. انتهت رحلتنا والله حاجة مع صحباتي هنا، لازم حأجلس ليل كامل معاهم. حماس الجو، أغاني وكذا، مرة حماس. رحلتنا حق منال، الصراحة المنطقة مرة فخمة وعجبني. وبس والله ذحين طالعين، مع السلامة.